السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء بهذا اللقاء المتجدد الذي نسأل الله تعالى أن تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكرنا الله تعالى في من عنده. حديثنا اليوم غادي يكون بإذن الله سبحانه يتركز حول حالات إنسانية أو اجتماعية مرت بنا، حالة إنسانية اللي واجهت صعوبات في الحياة ولكن استطاعت بقوة إيمانها ويقينها وبحسن تدبيرها استطاعت أنها تصل إلى أهدافها المنشودة. بغينا بإذن الله تعالى نديروا واحد سلسلة اجتماعية إنسانية تجمع أفراد الأسرة كلهم، كنستحضروا فيها حالات إنسانية اللي عشنا معهم واللي عانينا معهم معاناة شديدة واللي بكينا معهم، ولكن كان باب الأمل كبير وواسع جدا. نستعرض الحالة نستخرج منها العبر والعظات والدروس والفوائد. وغنبدأ اليوم بقصة حقيقية لها ارتباط بمشكل عدم الإنجاب. مرة كنت غادي في سفر على متن القطار، وبالصدفة، الصدفة القدرية، كل من قدر الله، ما في هناك صدفة، كالتقي مع واحد سيدة فاضلة رفقة زوجها. الزوج رجل قاض في المحكمة، والزوجة إطار عالي في شركة تأمين، ولكن يبدو على محييهما نوع من الحزن، كاين حزن عميق في العيون ديالهم. في لحظات تبادلنا أطراف الحديث، وربما من النبرة الصوتية قالت لي: واش انت اللي كتكون في الراديو ديال ماد راديو؟ ياها لالا، قالت لي: فرصة طيبة، شحال وانا كنقلب عليك، وهذه فرصة بغيت نطرح لك واحد المشكل عندي. قلت لها: سبحان الله، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. السيدة الفاضلة متحمسة كتقول لي بأنها تزوجت مع هذا الرجل، تزوجوا على محبة وعلى مودة، وكل الحياة كانت بالنسبة لهم موفقة، من نار حلت عينيها في الدنيا وهي سعيدة، لقت عائلة طيبة، لقت مسار دراسي ناجح، توظفت، لقت فارس الأحلام اللي كتمناه كل فتاة، دارت عرس فاخر، لقات السكن أمامها، لقات كل متطلبات الحياة، إلا وربنا سبحانه وتعالى أكرمها من بابه الواسع. ولكن المشكلة ديالها وحيدة فقط، مشكل وحيد في حياتها جعل الحياة سوداء في نظرتها. لا شنو هذا المشكل؟ استعيذي بالله من الشيطان الرجيم. قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المشكل ديالها هي أنه هي وزوجها بعد مرور 13 سنة من الزواج لم يرزقا بمولود. 13 عام هما متزوجين. من العام الأول بدأت بوادر القلق، وما يفتحوا الرحلة للعلاج الطبي، مشاو عند أطباء خبراء أجلاء على أساس أن يكون الأمل في التشخيص وإيجاد الدواء، ولكن لم يحصل نتيجة. اضطر للسفر
خارج أرض الوطن ومشوا لفرنسا وداروا فحوصات جد متقدمة علميا ولكن بدون نتيجة. فيما بعد غتحول ديك المرأة اللي هي عندها الماستر في الاقتصاد وعندها عقلية جبارة وزوجها عنده دراسة عليا في القانون غتصبح أمام ضغط الواقع وأمام كلام الناس ونظرة المجتمع غتصبح كتآمن بأي شيء اللي قال لها كاين شي طريقة أو وسيلة للإنجاب إلا وكتستعملها. حتى وقعت في أشياء ممكن أن تدرج في عالم الشعوذة والخرافات والأساطير. هي أصلا ديك اللحظة وأنا كنلتقي معها في القطار كانت غادية متجهة إلى أحد الأضرحة إلى أحد المواسم لكي تقدم قرابين لعل هؤلاء يشفعون لها عند الله وترزق بمولود. استعملت الأعشاب الطبية فيما سمعت شي واحد طبيب إلا أو معالج أو إنسان اختصاصي في الأعشاب إلا كتقول لي أنقذني يا سيدي. واحد كيقول لي هديري الذكر ديال الحولي، واحد كيقول لها جمعي منهم سبعة وكليهم، واحد كيقول لها شي كلام غريب ولكن بدون نتيجة. فهي مسكينة بغات غير فرق قلبها. قلت لها لا راه كاين واحد الحل بسيط جدا وممكن أنك تحصلين على الإنجاب. قالت لي أدركني به. قلت لي هذا الحل ببساطة جدا هي أنك بعد أن قمت بكل هذه الأسباب مع الأطباء ومع العشابين ومع الناس دي الأهل الدين ولو في عالم يغلب عليه شيء من الشعوذة، قلت لها الطريق هو أن تقطع الطريق عن كل سبب من الأسباب وتتجهين مباشرة إلى أين؟ إلى رب الأسباب سبحانه وتعالى. إلا مشيتي عنده وقطعت الصلة مع كل الأسباب المادية والعقلية والعلمية كما يبدو وقمت بالسمو والرفعة إلى عالم الربانية مباشرة منك إلى الله سبحانه وتعالى، لا شك ولا ريب سوف تجدين عجبا. قلت لي ومدك؟ قلت لها غتحاولي يا سيدتي الفاضلة أنك تقوم الليل كل ليلة على اللي قدرتي على الأقل أيام معدودات ويقوم معك الزوج ديالك وغتكثري من مجموعة ديال الأذكار. ذكرت لها مجموعة ديال الأذكار من بينها أن تردد كلمة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وتردد كلمة يا مالك الملك يا مالك الملك وتردد بعض الكلمات الأخرى. هذه الكلمات وكأنك تطرق باب الله، تطرق الباب فيفتح وكأنك تستفتح فيفتح لك الباب، خصوصا بالليل لأن بالليل ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله فيقول هل من صاحب حاجة فأقضيها له. السيدة مسكينة فيها النية وقالت لي وشحال المدة غنديرها؟ قلت لها على الأقل 40 يوما. وقلت للزوج ديالها دائما يا سيد الفاضل لما تكون مع زوجتك في الفراش ردد دعاء نبي الله يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت، دائما ردد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعلا هذه السيدة فيها النية وزوجها القاضي أيضا فيه النية، وانصرفوا إلى حال سبيلهم وتبادلنا أرقام الهاتف. مرت أيام طويلة تقريبا ما يزيد عن 40 يوم، فاتصلت بتلك السيدة لكي أطمئن عليها. قالت لي راني خدامة بواحد الشكل غادي بواحد الاجتهاد، كل ليلة كنقوم على الأقل ركعتين وكنذكر الله تعالى بهذه الأذكار. والزوج ديالها عاتبني قال لي راه هاد الزوجة ما بقاش كتنعس، راه الليل كله هي يا أرحم الراحمين يا مالك الملك يا أكرم الأكرمين. قلت لها هنيئا لك وفقك الله لذلك، غتلقاي العجاب بإذن الله. واستمرت هذه السيدة في مسارها التعبدي وقال لي زوجك اشتكي، قال لي حتى أنا كتنوضني بالزز، كترمع لي الماء زخات من الماء قبل الفجر كتقول يقوم وصلي ركعتين
حتى انت معني معي، راه بغينا الوليدات، لان الزوج قال لي بانه انفق ما يزيد عن ثمن عمارتين، عمارتين تقريبا نفقوهم على الانجاب وربي ما عطاهمش، اموال طائله ما يزيد عن ملايين، ربما مئات الملايين. تبقت مجتهده هاد السيده في هاد الطريق، تدق باب الله، تقوم الليل، تكثر من الاذكار، وتنتظر ان يمن عليها الوهاب، يمن عليها بحمل قريب. بعد مرور تقريبا 3 اشهر، وانا قلت لها غير 40 يوم، تفوتي 40 يوم، كنسولها شريفه واش وقع شي مفاجاه ساره، كتقول لي مازال ان شاء الله سوف يكون قريبا باذن الله، غير صبري غير استمري. واحد شويه انا مع راسي وليت كنقول علاش قلت لها 40 يوم، دابا هي مسكينه زدت الامل وصدقتني ودارت النيه، ودابا مرت 3 اشهر وباقي مازال ما بانش الحمل، بقات مستمره تقريبا 6 اشهر. كنتصل بديك السيده كنقول لها سيدتي الفاضله واش كاين شي امل، قالت لي انا ما بقيتش بغيت الاولاد. كيف ذلك؟ قالت لي شعرت بحلاوه عظيمه مع قيام الليل ومع ذكر الله. انك تبغيت الاولاد علاش؟ لان كلام المجتمع وكلام الناس ورغبتي الى الامومه، ولكن هذا الطريق اللي مشيت فيه اكتشفت ما هو اعظم من الاولاد واعظم من الدنيا واعظم من الوجود، اكتشفت انني اصبحت مع الله، الانس بالله. قالت لي وليت كنشعر بواحد الحلاوه جميله انني اقوم الليل وانس مع الله. زوجها خبرني قال لي هذه راه غتعود رابعه العدويه، راه ولات في واحد العالم خاص، منطق التفكير والسلوك العام ديالها تغير كليا، اصبحت انسانه تعيش مع الله. قالت لي صافي انا داك المشكل ديال الاولاد كنت كنقول يا ارحم الراحمين يا مالك الملك يا وهاب هبني اولادا، ما بقيتش كنقولها، اكتشفت ما هو اعظم من الاولاد، حلاوه المناجات لله والانس بالله. قلت لها هنيئا لك، الله يكمل لك الرجاء. وفعلا دازت ايام وايام، تقريبا حوالي سنه تقريبا، وكانت مره السيده كتمرض. واحد المره الزوج ديالها مرضت ليه، فاخذها الى الطبيب المختص، واحد العياده خاصه، واحد الكلينيك كبير، عنده واحد الطبيب صديق ديالو مره كيزورو. قال لي سيدي الفاضل انا عندي الان الشغل في المحكمه، عندي جلسات، والزوجه ديالي مرضات، انا غنجيبها عندك الكلينيك تفحصها. فعلا وصل الزوجه ديالو للكلينيك على اعتبار انها مريضه كالعاده، كل مره كتمرض كتجا واحد الحمى او كتجا واحد الكريز في البطن ديالها. فمشى هو للمحكمه، وديك اللحظه الصباحيه في المحكمه اراد ان يقضي في احدى الملفات، وكان معروض امامه واحد المتهم. هذاك المتهم توقسته قصه اخرى، هذاك المتهم تورط في ورطه وربما مرضي الوالدين، وديك اللحظه وقع بين يدي هذا القاضي. القاضي الله غادي يحكم، شاف حيثيه القضيه واراد ان ينطق بالحكم، فاذا به كيشوف التليفون كيصوني، هو ما غيجيبش على التليفون لانه وقت الخدمه خدام، لكن الرقم هو ديال الطبيب المعالج ديال الزوج ديالو. شعر بالقلق، قال كيف الطبيب كيتصل بيا هو عارفني في المحكمه، اكيد ان القضيه خطيره. مباشره الهاتف يرن، اجاب عن الهاتف، فكيقول له الطبيب مبروك ابشر زوجتك حامل. لم يصدق هذا القاضي، لم يصدق ان هذا الخبر السار قد وصله. وديك اللحظه كان عليه ان ينطق بالحكم امام الجلسه والناس حاضرين معه، فبالفرحه اللي اعطاه الله في قلبه هو يقول حكمت المحكمه حضوريا على المتهم بالتماس ظروف التخفيف، واعطاه الحكم بالبراءه. هذاك المتهم حتى هو جاء في ديك اللحظه الحاسمه اللي كان غينطق فيها الحكم، وتبين فيما بعد هذاك المتهم كان مرضي الوالدين، كان بار بامه، وديك البر ديال الام وقف معاه بربي سبحانه وتعالى ديك اللحظه الحاسمه اللي غينطق فيها القاضي، فحكم عليه بالبراءه. القاضي دغيا جمع الملفات ومشى كيجري
على طول الى المصحة الطبية اللي فيها الزوجة ديالو. داخل بسرعة فكيلتقي بالطبيب المختص، نزل من المصعد التقى به. يا سيدي قلت بأن زوجتي حامل؟ الطبيب حضر راسه قال لي عفوا سيدي القاضي، لقد وقع خطأ في التشخيص. هو صافي الركابي ديالو خواو كان عنده أمل كبير في المحكمة كيفرح وجي كيجري، وفي هذه اللحظة كيقول له الطبيب وقع خطأ في التشخيص. قال لي كيف ذلك؟ قال لي قلت لك بأن زوجتك حامل بولد، ولكن تبين بأنها حامل بولدين. إذا بالقاضي يجتو على ركبتيه ويسجد لله سبحانه وتعالى. فصعد عند الزوجة ديالو ولم يصدق بأن الزوجة فعلا حامل، وفعلا كملوا الفحوصات الطبية وكملت الزوجة العناية ديالها بالحمل حتى أكرمهم الله عز وجل بقرب الولادة. كنذكر في الذكريات أن الوقت اللي غادي تولد هذيك السيدة كان عند العائلة يوم كبير ويوم عظيم. في نفس المصحة غتولد ديك السيدة سيزاريان، والزوج ديالها غادي يقول لي أجي حضر معنا. ملي حضرت لقيت العائلتين، العائلة ديال الزوجة والعائلة ديال الزوج، حاضرين بكثافة، أش من ورود وأش من أزهار وأش من خيرات، الكل فرح مسرور. لكن ملي دخلت عندهم أنا باقي كنذكر، لقيت بيناتهم واحد الجدال. ما هو هذا الجدال بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة؟ الجدال كيقولوا هاد الوليدات جوج توأم، لمن كيشبهوا؟ واش كيشبهوا العائلة تباهم ولا العائلة تمهم؟ لقيت الجدال محتدم، هذا عينيه ديال جدو، هذا نيفو ديال خالو، هذا ودنيه ديال ولد اختو، وبقاو كيتجادلوا. فملي دخلت قال لي انت ماشي من العائلة، انت اجنبي، اجي احكم بالحق، شوف هاد الوليدات بجوجهم لمن كيشبهوا، واش عائلة الام ولا العائلة ديال الاب؟ تأملت في الجنينين الصغيرين وتأملت في الحاضرين في القاعة، فقلت كلام ربما قد لا يرضيكم. قال لي غير قول. قلت لهم هادو ما كيشبهوا لا عائلة الاب ولا عائلة الام، هادو كيشبهوا الواحد الشبه خلقه الله عز وجل فأحسن صورته. هؤلاء الطفلين التوأمين كانتا نتيجة قيام الليل، وكانتا نتيجة عبادة وطاعة طويلة. سبحان الله العظيم. الأم سلمت عليها وقلت لها لا دابا الآن فرحانة؟ قالت لي باش. قلت لها فرحانة بهذا المولودين التوأمين؟ قالت لي والله فرحتي بالله أعظم من فرحتي بأن رزقت بتوأمين. فرحتي بالله أنني وجدت هذا الخير وهذه الاستجابة وهذه العناية والرعاية أكبر بكثير من فرحتي بهؤلاء التوأمين. وفعلا داروا عقيقة كبيرة وذبحوا فيها كبشين أملحين، والله يجزي بخير، شرفني بأن أنحر أحد هؤلاء الكبشين في العقيقة. وكان يوم فرح وكان يوم سرور. ولحد ساعة هؤلاء الطفلين كنزورهم مرة مرة، تبارك الله، جمال وبهاء وأخلاق وهداية من عند الرحمن. يقولوا تبارك الله هاد الوليدات في المدرسة، كتقول لهم الأستاذة هاد الوليدات ما كيشبهوش لباقي الوليدات في السلوك ديالهم والتحصيل، لأن هاد الوليدات راهم جاو ماشي فقط غير هكذا أعطية كما أعطنا نحن ربنا عز وجل أولادنا، جاءوا بالبكاء وبقيام الليل وبالذكر. فهنيئا لهاته الأسرة المباركة. أيها الأحبة الكرام، هذه قصة واقعية، حالة إنسانية اجتماعية عشناها، وربما فيها فوائد وفيها عبر. وإن شاء الله تعالى بغينا منكم نسمع أيضا تجارب ديالكم، سواء كانت تجارب سارة أو تجارب مرة، لكن أكد عليه بأنه ليست هناك تجارب مرة، كلها سارة. ففي المرارة تنقلب إلى سرور، بشرط واحد، أن الإنسان يعمر قلبه بالله ويرتبط بالله، وسوف نرى العجب العجاب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.